بدوره قال السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية إن القضية الفلسطينية مغروسة في وجدان الشعب العربي ككل، ويجب علينا أن تتضافر جهودنا ونتجاوب لنداء جلالة الملك المعظم لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق. الشعب الفلسطيني صراحة يعني هو قضية مغروسة في وجدان الشعب العربي ومنذ القدم، والآن هو يمر بمحنة ونكبة، فلا بد من أن الكل يتضافر ويتجاوب مع هذا النداء الذي توجه به صاحب الجلالة الملك المعظم. وتشكلت هذه اللجنة، وهي طبعا إشادة بكل المسؤولين قيادة وشعبا للتوجه للتبرع إلى أهلنا في غزة.